هلا بديك تقولي لي انه عبود وعائلته هن اللي قتلوا لي بيي؟ شو قصدك؟ هيدا منو دور، هيدا انا بالفيلم. رح تلاحظوا انه رح اعيط للولد باسمي كل الوقت، هو جزء من شخصيتي، جزء من حياتي عشتها وقت كورونا وترجمت لفيلم، وان شاء الله الرساله تقدر توصل للناس. كتبوا لك يا خصوصي لك، يعني هل انكتبت الحكايه بتخصك؟ صح صح، هو انعمل ضمن اطار، يعني رح تشوفي انه عم بعيطوا لي باسمي كل الوقت. عرفناك ثائر، هلا يعني هل هيدي الثوره بعدها موجوده عندك؟ هيدي اليوم الفيلم الثوره ضد التعصب، ضد الكراهيه، ضد الشر بهيدا العالم. هيدا اليوم ثوره لكل طفل موجود بالشرق عم بيتوجع، نحن عاملين له هيدا الفيلم. بيقدر الفن يخاطب ويوصل للمراد اللي انت بدك اياه؟ الفن هو اللي بيعمل هيدا الشيء، ما في شيء تاني بيعمله. السياسة بتخرب كل شيء، الفن هو اللي بيبني. كان نفسك تكون بالسياسة بلحظة ما؟ ابدا، انا كتير مبسوط بالمحل اللي انا فيه. يمكن الناس فهمتني غلط، ابدا انا كتير مبسوط بالمحل اللي انا فيه وكتير مبسوط بالانجازات اللي عم بحققها، والسياسة الها اربابها والها ناسها. هيدا العمل تعتبره تتويج وقمة لإلك أو هو من إحدى القمم اللي وصلت؟ لا، هيدا أكيد خطوة من الخطوات، ومبسوط لهيدا أول تجربة لإلي بالسينما، فكرمال هيك يعني هيدي درجة مهمة على الصعيد السينمائي، لأن أنا ما عندي تجارب سينمائية قبل. معروف عنك كمان بمجال الجمال، كيف بتقدر تحافظ على هيدي الوسامة، على هيدي الرشاقة؟ يعني رياضة، رياضة منيحة، الرياضة اليومية بتساعد على هذا الموضوع، وفي شيء رباني وشيء من العائلة وماشي الحال. انت انسان اليوم سعيد او الحمد لله؟ انا انسان مؤمن، وايماني هو بيخلق لي هذا الاستابيليتي وهي السعادة.